السلام عليكم. اليوم نتكلم لكم على ملعب تيزي وزو على ضوء آخر الصور اللي عندنا هنا واللي توري الملعب في أحسن ما يرام. يعني القضية تاع الترشيح نتاع ملعب تيزي وزو، أنا نظن باللي داخل في الملف، وهذا الصورة اللي نشاهدها هنايا تثبت ذلك، وكذلك تم عرض فيديو للملعب تاع تيزي وزو وكل الجوانب تاع الملعب هذاك تم عرضه كما نشاهد الآن على اللجنة نتاع الوفد نتاع الكاف، وكذلك على لجنة الخبراء الألمان. إذا تم عرض الفيلم يتعلق بملعب تيزي وزو على هذه اللجنة، وكذلك الآن بعض الناس يتساءلوا لماذا اللجنة هذه لم تنتقل إلى ملعب تيزي وزو. أنا أقولها لكم بكل صراحة، اللجنة لم تنتقل إلى ملعب تيزي وزو ولن تنتقل إلى ملعب تيزي وزو بسبب الطريق السيء جدا بين الجزائر العاصمه وتيزي وزو، وخاصه على مستوى ولايه داخل ولايه الجزائر العاصمه، يعني على مستوى تنيه، من تنيه وروح حتى للسي مصطفى. الطريق مهترئ، و يعني للاسف سيء جدا. ما نظنش انه الوفد يقدر يروح في طريق كما هذاك. هذه هي أظن السبب اللي أدى بعام عدم تنقل الوفد الكاف إلى ملعب تيزي وزو. إن شاء الله إحنا ذوك الأمر هذايا، يعني والله المشكلة هذا لازم على السلطات الجزائرية أن تفكر في هذه الأمور هذه. لازم الآن لازم نفكروا في إنشاء طريق سيار بمعايير دولية بين مدينة الجزائر العاصمة ومدينة تيزي وزو. هذو زوج مدن كبار في شمال الوطن وجايين قرب على بعضهم، لابد تكون فيه طريق سيار يعني بأتم معنى الكلمة مثل الطريق الموجود بين الجزائر والبوليدة. لازم يكون فيه وعلى الأقل يعني الطريق الموجود حاليا هو طريق سريع، لابد على السلطات أن تعاود صيانة الطريق هذا وتعاود تجدد الغطاء نتاع الطريق للطابي هذاك تاع الكودرون كامل. لازم يتعاود بطرق يكون يعني بطرق على حسب لي نورم انترناسيونال، لازم يضيفوا له باسكو هو طريق ما فيش لي بونداري ديرجونس في كثير من الاجزاء نتاعو. لازم يديروه بلي بونداري ديرجونس، يديروا الطريق تيب 2 يعني ا 2 يعني دو فوا دو فوا، لكن لازم يضيفوا لي بون داري ديرجونس تاع الطريق هذا ويديروه بالمقاييس الدوليه، لانه الحاله ديالو كما راهي الان يعني تبهديله. لو كان الوفد نتاع الكاف هذا يمر من هذاك الطريق. المهم حل واحد اخر، كانوا يديهم بالهليكوبتر من تيزي وزو، يعني هذا حل واحد اخر. لكن للاسف ما كانش بيس داتيريساج في تيزي وزو تاع الهليكوبتر. لازم يفكروا في هذه الحلول هذويا، وان شاء الله عندنا وقت من 2025 كاين وقت كافي باش نصلح الامور هذه. اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.